بقى الحلايب والشلاتين ايه القصه اللي مدخلنا فيها السودان دي؟ مش عارف. طيب احنا معانا اللواء وجيه المأمون رئيس مدينه شلاتين المصريه بالقطع. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني الحمد لله على السلامه. انت لسه ماسك المدينه قريب؟ مبروك. لا انا ماسك مدينه شلاتين، ماسك مدينه شلاتين بقالي 3 سنين. الحلايب اتعلاها رئيس مدينه من 7 شهور. لكن انا قلت كده صح، ما انا قلت كده حلايب يعني بقى في رئيس مدينه الحلايب، وانت سيادتك في شلاتين من 3 سنين. اه تمام كويس. سيادتك من 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 هناك ولا منين؟ يعني من اسوان ولا؟ لا انا من اسيوط. من اسيوط يعني مش يعني صعيدي؟ طبعا. كويس. ايه الحكايه دي؟ مالها السودان يعني؟ ايه اللي جرى لهم؟ والله يا استاذ محمود، يعني هناك كان في اتفاقيه بين حكومه جلاله الملكه وحكومه خديوي مصر باشا سنه 1980. كان من ضمن البنود الماده الاولى بتقول تطلق نقطه السودان كل ما هو اراضي جنوب خط عرض 22. كويس. المشكله بالشروع دلوقتي، انت عارف حضرتك السودان منطقه الشمال فيها 16 ولايه. كل ولايه فيها محافظات، من ضمنهم ولايه اسمها ولايه البحر الاحمر. ولايه البحر الاحمر دي بيتبعها 4 محافظات، محافظه بورسودان ومحافظه سنكات ومحافظه توكر ومحافظه حلايب السودانيه. كويس. ودي مقرها جنوب خط عرض 22 ب 35 كيلو. لما بيبدا عندهم هناك، لما قالوا ان الانتخابات اللي جايه في شهر هتبقى زي ما كان في 2010 كالدوائر يعني. كويس. عزوم على حلايب السودانيه، بس يقول كلمة حلايب ويسكتوا، فالرأي العام بيتداول يقول لك حلايب المصرية. طب 2010 كان في انتخابات في مصر؟ حلايب المصرية؟ حلايب المصرية أرض مصرية خالصة، كل ما هو جنوب خط عرض 22 يا أستاذ محمود. أيوه دلوقتي أنا بتكلم دلوقتي، هل السودان بتدعي أي ادعاء؟ هل في مشكلة ولا دي إشاعات ولا؟ يعني هل السودان عايزة تاخد حلايب بتاعتنا؟ هل طلبت السودان أي طلب بهذا الشكل؟ يا استاذ محمود. نعم. يعني ما فيش حاجه اسمها السودان عايزه تاخد ارض بتاعتنا. هل مصر هتفرض في شبر من اراضيها؟ لا لا لا، هناك حدود دوليه بين الدول. معالي ست اللواء، انا بتكلم سيادتك انه انا ماليش، طبعا انا متاكد ان احنا مش هنفرط وكل ده تمام. ما انا عارف، انا بس عايز اتاكد، هل السودان بتطلب حاجه زي كده؟ يعني عايز اعرف ايه اللي حصل. يعني هناك مش هناك كان في طلب من السودان سنه 1992، والمشكله اللي كانت مثاره في مجلس الامن. حصل. تمام. ده الموضوع ده كان سنه 1992. كويس. انت عارف لما حصل التقارب بين دوله مصر الشقيقه ودوله السودان الشقيقه ومصر، وبالذات في مشكله سد النهضه، الدول الثانيه مش عايزه التقارب بين الاشقاء، فتحاول توجد فتنه، فتطلع الاشاعات والاهداف المغرضه اللي الواقعه بين الدولتين. ايوه، يعني السودان اليوم لم تطلب اي شيء ومفيش حاجه خالص. مفيش. انا بس هو ده اللي عايز تاكده من سيادتك، ان دوت ناس بتزرع الفتنه بيننا وبين السودان الشقيق، ويعني وانما السودان لا طلبت حلايب ولا عايزه حلايب ولا في مشكله. حلايب بتاعتنا، هم عندهم حلايب بتاعتهم. تمام. واحنا دلوقتي شغالين تنميه في مدينه حلايب والشلاتين. كويس. والوزاره اعتمدت مبلغ 764 مليون جنيه عشان نعمل خدمات في جميع القطاعات، شغالين فيها من 1/1/2014. وسادي محافظ البحر الاحمر شهريا بيتابع خطه التنفيذ، وانجز منها حاجات نسبه 85% في طيب. جميع المجالات الباهيه. طيب ما دام انت معانا على الهوا برضو، قول لنا محتاجين ايه؟ نناشد الجمعيات الاهليه تيجي تعمل عندكم اي حاجه، لان احنا يعني بعيد قوي عن الدنيا دي، وده غلط. ويعني قول لنا انتم محتاجين ايه؟ نقول للجمعيات الاهليه روحوا ودوا حاجات، روحوا زرعوا حاجه، روحوا اعملوا حاجه. والله يا استاذ محمود، الوزاره مش مقصره مع، يعني بقول لحضرتك، شوف لما تبقى مدينه يترصدها مبلغ 764 مليون جنيه في سنه كخطه تنميه، فانا مش محتاج حاجه من الجمعيات الاهليه. طيب خلاص، ربنا معاك. اشتغل وربنا معاك، وفي اي مشاكل احنا على اتصال نساعد بعض ان شاء الله. يعني ارجو ان احنا ما نسخنش الحاجات، يعني ممكن يكون حد سوداني ما عندوش درايه قوي بالحدود، مش فاهم ايه الحكايه، فطلب. ممكن حد يكون بدي زومبا بيننا وبين السودان، ممكن فيش داعي نتسرع بقى ونهجم.
فيش كلام من ده، حلايب بتاعتنا وشلاتين بتاعتنا والموضوع ده منتهي ومحسوم، يعني ما فيش فيه كلام، لكن ما نكبرش الموضوع. خلاص هو الموضوع زي ما لنا ست اليوم، ما فيش حاجة نقول، ما فيش حاجة وخلاص، بس نحاول إهمال الأطراف في الحدود مش كويس، إهمال الأطراف في الحدود مش كويس، بيعمل مشاكل خرافية خرافية. وقيس وشوف الحاجات، لما تهمل أطرافك حدودية فيها يعني بلدك بره انت الموضوع. ولذلك احنا اتكلمنا كتير عن الاهتمام بسيناء وكتير عن الدخول سيناء، الدخول يعني على كل حال لهذه الأمور يعني شأن آخر. دكتور عمرو